شفتي دابا وجال اخواني الكرام كيفاش انك تيليشارجي الفورمولير من السيت ديال بي ال اس وانك تكونفيرتيها وتقدر انك تموديفي عليها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا اللي غادي نتكلموا فيه على كيفيه ملء استماره تقديم الفيزا لاسبانيا عن طريق بي ال اس انترناسيونال. الفيزا ضروري واحد لابليكاسيون كتعمرها الفورمولا، يعني اي واحد غادي يقدم الملف ديال الفيزا اضافه للوريقات اللي كيجوانيهم مع الدوسي فضروري كيعمر واحد الفورمولا. هاد الفورمولا غادي متوفره بثلاثه ديال اللغات، اللغه الانجليزيه والفرنسيه والاسبانيه. وبالنسبه للعائلات اللي كيدفعوا، مثلا شي واحد كيدفع هو الزوجه ديالو والابناء ديالو، فهو مطالب انه يملا الاستماره لكل فرد من العائله. دابا هاد الاستماره هادي انتيليشارجيوها بعدا من الموقع، من الموقع الرسمي، ماشي شي موقع اخر الاخواني. الموقع الرسمي هو هذا، غادي تلقاوه ان شاء الله في الديسكريبسيون، يمكن لكم تدخلوا لجوجل وتكتبوا بي ال اس سبين ماروك غادي يطلع لكم. كنجيو هنا للتيب دو فيزا، كنكليكيو على فيزا شينغن. داكوغ، كتفتح لينا هاد الفانيتر هادي اللي فيها بزاف ديال المعلومات، منهم الفيس ديال الفيزا شحال تخلص على كل واحد، منهم لي دوكيمون روكي. حنا هادشي هذا غير سي دو ديتاي كنزيدو لكم الدراري، بحال مثلا الدراري اللي تابع الكازا كيجيو كليكيو هنا وكيشوفوا لي دوكيمون اللي غادي نديروهم، وهادشي غادي نديرو في فيديو اخر ان شاء الله اللي غادي نشرح فيه هادشي هذا كامل. المهم كنجيو هنا تيليشارجي دي فورمولا، خصنا تيليشارجيو لي فورمولا اللي كاينين. كيف ما قلت انهم متوفرين باللغه الانجليزيه وباللغه الاسبانيه وباللغه الفرنسيه، راه لاحظوا باللي هما نفس لي فورمولا. انا غادي نفتحهم هنايا هاد لي فورمولير هادو، فهو كيقول لك انك باش تشتغل على هاد الفورمولير، وهذا هو الهدف علاش انا درت هاد الفيديو الاخوان، هو انك تكون انستالي هاد الادوب اكروبات ريدر. علاش اخوان الكرام؟ هادشي راه باقي ما تحلش، عندي بروبليم في كونيكسيون. المهم هادي كنظن ديال اسبانيا، هادي ديال اسبانيا، هادي ديال ما عرفتش. المهم غادي نتحلوا ونهضروا عليهم. دابا الاشكال، المهم حنا نخدموا على هذه ديال اسبانيا ولا اي لغه، ماشي مشكل الدراري، حنا غادي المهم يعني المعلومه خاصها توصل. نجيو مثلا الدراري كيفاش غادي نعمر انا هذا الفورمولير. لاحظ باللي مثلا هنا ما يمكنليش نكتب فيها، ما يمكنليش نكتب حتى شحال، انا كنطابي دابا ما يمكنليش نكتب ياك. هنا عندي ثلاثه ديال الحلول ولا ثلاثه ديال الطرق اللي يمكن لي نديرهم باش انني نعمر هذه الاستماره هذه. الحل الاول والطريقه الاولى اللي ما عارف اللي ما عندوش بي سي هو انه يمبريمي هذه الورقه هذه ويعمرها مانيوال، ياك كتعمرها بيدك. غير هو هذه الطريقه هذه انا ما كنفضلهاش، يعني من الاحسن ديروا الطريقتين اللي غيجيو من موراها. علاش؟ تقدر تغلط، اذا غلطت غير في شي كلمه خصك تعاود الفورمولير كامله. الخط اللي تقدر ما يبانش، تقدر تغلط في شي رقم، تقدر الكتابه ديالك مثلا بلاص ما تكتب اس تكتب ار، كل واحد كيفاش عنده الكتابه ديالو، دونك غادي تخلق لك مشكل. ولكن حتى هو كيبقى من بين الحلول، سيرتو الدراري كيكونوا مثلا مزروبين كتكون في البي ال اس وكيديتيكتيو لك شي بروبليم وخصك تعمرها، دونك ما كيكونش عندك شي حل اخر من غير انك تعمرها مانيوال، وهذا كيبقى حل قائم. داكور، الحل الثاني اخواني الكرام من بين الحلول اللي يمكن للشخص انه يديرها هو انه تيليشارجي هاد الفورمولير هادي، ياك كتيليشارجيها كتهبطها عندك في البي سي. داكور، كتجي كتشوف هاد الدوسي هذا فين محلوله هي، وكتفتح هاد الفيشي هذا، دونك كيتفتح لك فيشي بي دي اف، فيشي بي دي اف. لاحظوا بلي انا كنجي عاوتاني نكتب هنايا، راه ما كيعطينيش نكتب، يعني ها هو كيجي ما كيعطينيش نكتب حتى شي حاجه، اللي بغيت نزيدها ما كيمكنليش انني نزيد. دونك هنا شنو غادي ندير؟ هنا عندي جوج ديال الحلول، سواء انني نجي اذا كان عندي البي دي اف اكروبات ريدر، ماشي هذاك ديال غير الفيزواليزاسيون، كنجي كنكليكي على هادي هنايا ساين داكيمنتس، كنكليكي عليها وكيعطيني هنايا فايل اند سين، يعني غومبليغ اي سيني، يعني يمكن لي نعمر في هذا الفورمولير. لاحظوا باللي ولا عندي واحد الكيرسوس هنايا فيها ابي، صافي دير يمكن لي نجي هنايا مثلا غادي نطبي هنا وغادي نكتب السميه ديالي، اللي انا اسمي لون فامي، غادي نكتب مثلا النون فامي ديالي. داكوغ، انا يمكن لي نكتبها. داكوغ اخواني الكرام، دونك بغيت مثلا غادي يعطيوني انني باش نكوشي، كنجي لهادو ها هما، كنجي بار اكزومبل نهبط لتحت، ما عنديش لا سوري خليته في البيرو، نجي مثلا غادي نسيليكسيوني هادي، ها هي كتسيليكسيوني، كنجي نسيليكسيوني مثلا هنا، نجي نسيليكسيوني هنا. داكوغ، بغيت مثلا هادي، نجي هنايا مثلا ندير هادي، ها هي كتسيليكسيوني راك اوتوماتيك، نجي هنايا كتسيليكسيونا، كنجي هنا كتسيليكسيونا، يعني ما كاينش مشكل. داكوغ الشباب، هذا الحل الثاني. رانا دابا الدراري اللي ما عندهمش
عاد تسمحوا لي اخوان راه ما غاديش نشرح الفورمولا دابا حيت بغيت نشرح ولا يمكن ننسى لي هذا ننسى لي بعدا نشرح لكم الطريقه الثالثه ونرجعوا ونشرحوا المعلومات ديال الفورمولا شنو غادي نديروا في كل حاجه داكور. الطريقه الثالثه اخواني الكرام شنو هي؟ هو انني كنمشي لجوجل ياك وكنكتب PDF تو وورد يعني كونفيرتي البي دي اف لوورد. كنخلي هاد المواقع الاولى هادو سون دي زانونس سون دي بيبليسيتي اشهارات كنخليهم وكنجي لاي موقع من هذا كنكليكي عليه ياك كنديرو كونفيرتي الفيشي بي دي اف كونفيرتيو الفيشي وورد. غادي نجي غادي نسيليكسيونو حنا الفيشي ديال البي دي اف ونكونفيرتيوه للوورد يعني كنرجعو فيشي وورد باش يمكن لي نكتب عليه يمكن لي موديفي في الوانات في ستيلات ديال الكتابه يمكن لي نكبر نصغر يمكن لي نكوبي يمكن لي نكولي هادشي اللي يمكن لي نديرو في البي دي اف. ولكن اللي ما عندوش بي دي اف كيبقى هاد الحل هذا حتى هو حل قائم ويمكن لك انك تجي تشتغل وتبدا تعمر في الفورميلار ديالك بدون اي مشكل اسمح لي بدون اي مشكل تبدا تكتب في الفورميلار ديالك كيف ما بغيتي كيف ما قلت ان يمكن لك تكبر الكتابه تصغرها تزيد فيها دير الالوان اي حاجه بغيتي ديرها كتموديفي في الفورمولا ديالك كيف ما بغيتي. وهذا هو يعني المغزى من هذا الفيديو هذا هو اننا نفكوا هذاك المشكل ديال الدراري اللي ما كيعرفوش داكور. الشيء هذا بعجالة اخواني الكرام كيفاش انك تيليشارجي الفورمولا من السيت ديال بي ال اس وانك تكونفيرتيها وتقدر انك تموديفي عليها ان شاء الله. في فيديوهات لاحقه نحاول انني نشرح لكم الفورمولا معلومه بمعلومه وكلمه بكلمه كي شنو يمكن لك تكتب في كل خانه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.